السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حمامة ميس باري، ميس باري حاصلة على المرتبة الأولى في نهائي ديربي الدار البيضاء الدولي موسم 2023 موسم 2022، هي باق 2022 حميمة باقا صغيرة في العاج ديالها، وكذلك أخت المرتبة 32 ومرتبة 49 في نفس النهائي. ميس باري حاصلة على المرتبة الخامسة أسبيجا ديال الدار البيضاء الدولي. من ناحية السلالة، من ناحية السلالة فإنها فيها 50% بولك، الأم ديالها بولك من عند البطل العالمي الكوين فان روي، والأخت يعني الخالة ديال الحميمة حاصلة على المرتبة الثامنة ناسيونال شاتورو 2020. تبارك الله حميمة من الطراز العالي، السونتي ديالها صغيرة وخفيفة وتبارك الله كتمتاز بالذكاء. من جهة الأب ديالها، الأب ديالها فهو حاصل على المرتبة الثانية أسبيجون سرعة، والأب ديالو حاصل على المرتبة الأولى أسبيجون في السرعة. وتبارك الله ما كاين جوج حميمات اللي كيلعبو تاع ميس باري راه دايره برومي في 487 كيلومتر، وفيتاس طايحه 1180 ولا 1100 وشي حاجه، 1180 على ما اظن، 1140. وتبارك الله تبارك الله حميمه، اللهم يسر اللهم يسر.